وتوفيق بعرض الملعب من الحاجات الخطيره، الحاجات اللي دايما بنقول عليها خطيره. وادي بس ما فيش رايه، لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى جوه جول باسم مرسي. مش ممكن باسم مرسي يا ولد يا ولد، كره شارده طويله لكنه متمركز في مكان جيد ويصبح الهداف ونجم الشباك الاول في نادي الزمالك. باسم مرسي يقول لباتشيكو ويقول شمال شكرا، وطالع طبعا عامل لقطه سينمائيه. مفيش رايه لان الكره، بقول لحضرتك الكره طوليه، لا لا مفيش رايه، متغطي تماما الاعاده هنا في الكادر المفتوح، استنى عليها مظبوط وحطها بعد ما وقع مسعود في الارض. إذا نعود مرة تانية مشاهدينا الكرام وفقرتنا التحكيمية، حكمنا الدولي الكابتن رضا البلتاجي، وبعد لقاء الزمالك والمصري ضمن لقاءات الأسبوع العاشر واللي أداره حكمنا الدولي كابتن إبراهيم نور الدين. كابتن رضا أهلا بيك معنا في استاد النيل. أهلا وسهلا كابتن خالد، أهلا بيك. تقييمك لأداء التحكيم النهاردة وطاقم التحكيم اللي أدار هذا اللقاء واحتسب ضربتين جزاء، هناك كارت احمر لمحمد كوفي والعديد من الانذارات في اللقاء اليوم. احداث كثيره في ماتش النهارده، الماتش خلينا نقول تحكيميا صعب كابتن خالد، واحد من المباريات المهمه، فريقين مستوى متقارب، الملعب تقريبا ملعب الفريقين. يعني استاذ اسماعيليه الزمالك يهمه مواصله تصدر المجموعه والدوري، والمصري نفس الشيء بيسعى ومعاه فرقه كويسه ومدرب من نادي الزمالك. حقيقه انا عجبني تصريح كابتن طارق يحيى بعد ماتش على بعد التعليق على قرارات الحكام، اشاد بالحكام وروح رياضيه عاليه جدا، جميل قوي. حتى لما جيت اتفرج على النقطه بتاعت ركله الجزاء قال لي انا اللي مربي ايمن حفني وكابتن احمد عبد الحليم وفي الاخر في بيتها. يعني الحقيقه كان كلام جميل من طارق. نقول لابراهيم نور معانا النهارده مساعد اول احمد ابو العلا الحكم الدولي العجوز، والمساعد الثاني سمير جمال اول سنه ليه في القائمه الدوليه اعتبارا من 2015، والرابع محمد حسن. النهارده لبس جديد ولا ده ابراهيم صاحب ويعني البخاخه والسبراي وكل لا البخاخه شفناها قبل كده مع ابراهيم من حوالي 3 4 شهور، لكن طبعا ده بتاع الاتحاد الاوروبي ابراهيم جابه مخصوص كده عشان يحس. بس انا شايف ان ابراهيم برضه في الطقم التقليدي يبقى اجمل. مش عارف ليه انا مش مستسيغ الملابس، عشان يمكن الشورت فاتح شويه. لا هو فاتح من ناحيه، فاتح هو فاتح يعني، لكن انا لو شايف الطقم الاسود بيبقى اجمل اكثر اكثر اكثر, أكثر شيك. تمام الحالات. خلينا بس قبل ما نروح ماتش النهارده نشيد بطاقم حكام مباراه اللعبه دي. هنرجع لطاقم حكام ماتش الداخليه بتروجيت. اللعبه دي نتعاون ما بين الحكم المساعد الاول احمد ابو العلا وحكم ماتش، طبعا حكم ماتش ما يشوفش لعبه زي كده، فهنا دور المساعد لازم يتدخل ويشير بحدث زي كده اكيد الحكم ما يشوفوش. يعني واحده من اوجه التعاون ما بين الحكم والحكم المساعد. يلا يلا يا سر نشوف الحاله التاليه. اشاده ابو العلا، تمام. هنا شفنا اول حاجه انذار لعلي جبر، فاول صحيح وانذار مستحق والحكم في ظهرها اللعبه ولا خلاف، العرقله موجوده والتهور موجود والانذار في محله. 100 جميل تمام. يلا ياسر، الماتش كان فيه احداث كابتن خالد، هدف الزمالك الوحيد او هدف المباراه الوحيد انفراد، وتميز برضه حكم مساعد مفيش تسلل مع اخر تاني مدافع. ادي الكره انطلقت هنا الظهير الايسر مغطي. يلا كابتن ياسر باين راح تمام، ما كانش في حاجه وتمام وهدف مستحق. النهارده اللي تابع ماتش الاهلي كان حلقه اشد من كده وما اتحسبتش. هنا في رايه طلعت من حكم مساعد احمد ابو العلا، هنبص للاعاده بتاعتها بتسلل على مؤمن زكريا وقت انطلاق الكره. يعني اتصور الظهير اللعيب دوت كان مغطي، يعني هي اللقطه دي اللي ممكن كان فيها تسلل شويه، يعني هي واحده من الحالات الصعبه. لكن انا اقول المدافع اقرب لخط المرمى، لا مفيش تسلل، مفيش تسلل. كنت اتمنى نواصل اللعب، صعبه جدا دي، واحده من الحالات الصعبه طبعا. يعني الرجلين تقريبا على القدم، لكن لما يكون على خط واحد كابتن خالد اذا ليس هناك تسلل. تمام نكمل يا ياسر، مش معنا بعد كده. هي دي حاله من ناحيه الشمال للمصري، في تسلل مع عند الظهير الجناح الايسر من عند المساعد الثاني سمير جمال، اللي عاد وضحت. نشوف كوفي على 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 قوس الدايره، في تغطيه هناك وقت خروج الكره، في تغطيه اترقص سمير جمال، هذا وقت خروج الكره واحده. يعني نادرا لما سمير ياخذ يعني يترقص في كده، لا انا شايف ان كوفي اقرب لخط المرمى. تمام برضه هجمه للزمالك، هجمه للنادي الزمالك
وتسلل من المساعد. كان ممكن جدا تصفر عن هدف، واحده من الحالات صعبه جدا. يلا نكمل وقت انطلاق الكره. يلا لسه كمان كده قدم باسم سابقه. يعني قدم باسم صعبه، واحده من الحالات صعبه قوي قوي، يعني واحده من الحالات الصعبه جدا. يلا وقت انطلاق الكره باسم سابق بجزء بسيط. اذا القرار صحيح والتسلل موجود، وان كان المساعد متاخر شويه عن الخط بتاعنا الوهمي، لكن خد في كل الاحوال خد القرار صحيح يا كابتن خالد. يعني عنده اختبارات كتير قوي سمير جمال، الحقيقه عنده اختبارات صعبه جدا. تمام. مع الشوط الثاني والحاله الاهم النهارده، ضربه الجزاء. الحكم صفر واشار ركله جزاء، اللعيبه راحت له، وبعدين هو بيشاور لجبر على علي جبر. هنا الاستلام وخده في ظهره. الدراع اليمين بتاع علي جبر في زق ولا ما زقش؟ زق ولا لمس؟ ها؟ اليد هنا راحت. وساب. لعيب خده في ظهره. أنا دايماً في الحالات دي بقول أي لمس بمخالفة. يعني أنا عايز أقول ركلة جزاء يا كابتن خالد. يعني دي ركلة جزاء ولا لأ؟ اليد هنا هاف 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 هنا. هنا في التوقيت ده. دفع يعني دفع خفيف جدا ومهاجم مهيأ للسقوط يا كابتن خالد. في لمس. خلينا نتفق هو لمس وفقا للقانون. ما يديش ركله جزاء. لكن انا نقول فيه دفع خفيف. يعني مع الوقعه مع بتاع تمشي. المهاجم نجح بذكاء ازاي؟ ان هو ياخد ركله جزاء. هو برضو بياكد الكلام دوت ان اللعيبه كلها راحت احتجت على الحكم، الوحيد اللي ما راحش الحكم علي جبر. يعني الوحيد اللي ما راحش. نكمل؟ نجح ازاي هو ياخد ركله الجزاء؟ هات اللايف بتاعي يا كابتن خالد ونشوف بقى مين اللي اتجمع حول الحكم. يا ياسر يلا ياسر تاني نجيب اللايف بتاعتها. ادي اللعبه من بدايتها. علي جبر لعب دماغه فوق وبعدين ارتد التاني. وادي السقوط. بص اللعيبه الحكم صفر. كل اللعيبه راحت له 25 اهو. نبص على 25 ما راحش. بعد عنه تماما هو بيشاور عليه ما راحلوش خالص. راح ابراهيم صلاح. واحد اثنين ثلاثة. علي جبر صاحب المخالفة احتسب ركلة جزاء. هو ابراهيم عنده من الجرأة اللي بيشوفه مقتنع بيه بيحسبه. تمام. خلينا نسلم بصحة قرار. وان كان المهاجم ذكي. طبعا. يعني المهاجم بذكاء عرف ياخد ركلة جزاء. حالة ثانية بعديها. أيمن حفني. أيمن حفني خد وراح وركلة جزاء. الحقيقة أيمن حفني ما بيسلم ما بيمثلش. أيمن حفني كان رايح يلعب ركنية. يعني أيمن حفني كان رايح يلعب ركنية. نكمل مين لعب كره خالد؟ لاعب المصري الحذاء الاخضر. مفيش ركله جزاء المره. ابراهيم اترقص في اللعبه دي خدع فيها. يعني مش عايز اربط بين دي واللعبه السابقه بتاعتها. هل هو كان عنده تانيب شويه في اللعبه اللي فاتت؟ اي طب ما ارتكبش خطا بعد ما لمس الكره؟ لا خلاص لمس الكره مفيش. اللي بعد لعب الكره خالد تلاحم بعد طبيعي. ده شيء طبيعي ان هو يحصل فيه تلامس. تمام. اللي لعب الكره المدافع. اذا مفترض يكون في ركنيه. حتى يعني لما كابتن يحيى قال خلاص يا كابتن ياسر متفقين. قال انا عارف ايمن حفني وانا اللي مربيه على اعتبار ان ايمن بيمثل. لا ايمن ما مثلش. ايمن ما كانش يمثل. ايمن رايح يلعب كان بيحاول يروح عايز يجيب جول. الكره اتلعبت وهو رايح يجيب ركنيه. هو فوجئ بصفيره الحكم بحساب ركله الجزاء. انا اختلف مع ابراهيم في قراره. انا شايف ان ما فيش ركله الجزاء. تمام. يعني برضه لحسن حظ الحكم ان الضربه دي ضاعت الاثنين ودي ضاعت الاثنين ضاعت والاثنين ما اثروش في نتيجه المباراه. ده كوف واحده من الحالات مهمه جدا. لغايه دلوقتي مفيش مخالفه في ماسك في مكاسك وبعدين فوجئنا بصافره وبطاقه حمراء. اللي عاده وضحت شكل الحدث ايه؟ اللي انذار لكوفي اللي البطاقه الحمراء لكوفي. لغايه دلوقتي مفيش مخالفه. زحلقه على الكوره وصراع على بين الكوره مفيش لغايه دلوقتي مخالفه. هنا كوفي عمل كده. لا ارجع احمد رؤوف عمل كده في كوفي. كوفي بتهور ضرب الخصم. البطاقه الحمراء صحيحه. البطاقه الحمراء صحيحه. لكن كان لازم اعاقب احمد رؤوف. يعني اللي عمله كوفي ده رد فعل طبعا لا يليق وغير مقبول وهيكلفه على الاقل ثلاث مباريات الزمالك يمثل حاجه ليه. يعني الحدث ده كوفي هياخد ما لا يقل عن ايقاف ثلاث مباريات. لكن انا برضو عايز اقول لك انت خالد طب ورؤوف ايه اللي جرى رؤوف كده؟ رؤوف الحدث ما خدش اي حاجه. ارجع تاني يا كابتن ياسر للعاده ونقول ليه كوفي عمل كده وان كان ملام واستحق عقاب نادي الزمالك. مفيش مخالفه، لعيب رؤوف لعب بجديه على الكوره وبعدين صراع. الكوره طلعت والحكم المساعد بيشير بتماس على الزمالك.
هذه العداله الاكثر وضوحا. صراع على الكوره. كنت عايز صفاره هنا بقى، يعني انا كنت عايز صفاره في التوقيت ده. هاجي على الجزء ده. اهي. هو عمل مع كوف الشده دي في وشه، كوف انفعل، ضرب بدون كوره، هتكلفه ما لا يقل عن 3 مباريات وعقوبه ماليه، وتصور ان الزمالك لازم يعاقبه. تصرفه غير مقبول. انذار. ورؤوف كان لازم يتعاقب. ورؤوف كان لازم، احنا اكدنا. رؤوف كان لازم ياخد انذار. تمام. يعني اللي ماسك الوش كده كان لازم ياخد انذار. انذار. انذار صحيح ومستحق للاعب النادي المصري. الفاول صحيح فيه تهور والانذار مستحق. هي احداث كثيره ومتتاليه يا كابتن خالد. طبعا. الماتش فيه احداث كثيره. طبعا. هنا باسم خلاص رمي التماس، حاول يعطل. انا بعتبر ده، هنشوف العاده بتاعتها. ابراهيم راح بهدوء وفي الاخر راح مدي انذار. طبعا الباسم اللي في الارض كله مش مستاهله ده كله، يعني مش مستاهله ده كله. ادى انذار لباسم. ماشي خلاص، هي الرايه طلعت، سيب الكره وابعد بقى، يعني سيب الكره وابعد. بيحاول يعطل اللعيب، مستعجل. انا احيي ابراهيم، لا يستحق باسم، يستحق انذار هنا. فاول عليك او رامي التماس عليك، سيب الكره وما تحاولش تعمل لي مشكله وتقع على الارض وتصرخ. القرار فعلا يستحق الانذار. ده باتشيكو. تمام. اخر حاله دي فاول على عاشور الادهم، وتصور ان الفاول للاعتراض، اعترض كتير. يعني يمكن الفاول نشوف الايد راحت فين. يعني يمكن اضعف من ضرب. انا هدي هنا في فاول، يعني مش شبر، لكن هو اعترض كتير. ابراهيم اداله انذار. لا هو كمل. لا حاجه هنا بقى. بعد هو كمل. دي لا بالشكل ده كده، دي كده بعد الصفاره هنا. لا كمل. دي طرد فيها. في دي طرد فيها. ارجع تاني. دي طرد. دي هنا كانت خلاص، كان صفر. دي عاشور طرد فيها. في كل الاحوال ابراهيم زي بتاع الكوفي بالظبط، شبيه بتاع الكوفي. يعني حكم الحكام دلوقتي خلاص يعتبر من صفوه حكام القائمه الدوليه، هو اعتاد على الماتشات الصعبه. يعني النجاح في ماتشات عايز توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لكن الماتشات الصعبه جدا، ماتش مهم جدا. نحيي طاقم الحكام خاصه المساعدين الاثنين احمد ابو عيله وسمير جمال، كان عندهم مواقف كتير قوي صعبه. برضه خلينا نشيد حكم الداخليه والبتروجيت سمير وعثمان، عمل ماتش طيب. واحنا بنحييك كابتن رضا وشرفتنا ونورتنا. شكرا لك. اشكرك حبيبي. كل الساده المشاهدين يعني سعدنا بحضراتكم، ويا رب كده تكونوا